هاخد ابني وامي ونروح نعيش في سلام بعيد عن الناس دي خالص. ولما جده يعوز يشوفه هبقى اوديه له، لان ده ابنهم ودي حقيقه مش هنقدر ننكرها ولا نلغيها. انت ليه طلبت مني ما اكلمش عيسى يا رؤية؟ عشان انا ما نمتش طول الليل من كتر التفكير، وصلت القرار مش هقدر ارجع فيه. اللي هو انا مش هبلغ عن اهل ابني يا عمر، مش هدخل عمه وعم تمارا السجن بعد كل اللي عمله علشانهم. مفيش عندي حاجه في الدنيا اهم منهم، ولا حتى انا. وحق اخويا، المهم ان هو طلع قدامك وقدام مراته بريء. مش انت بتقول ان هي صدقتك في الاخر؟ صدقتني ايوه، بس مستنيه طارها وطار ابنها زي ما وعدتيها. ما قدرتش علشان ابني وعلشان تمارا، علشان جده اللي روحه فيه، وعشان عمته اللي ملهاش ذنب. الناس دي اتدمرت، والله اعلم هيعرفوا يعيشوا تاني ولا لا. والضرب في الميت حرام. وحقنا اللي بيضيع بقرارك ده رؤية مش حرام؟ والنار اللي هتفضل قايده جوايا مش حرام؟ انا فين من قرارك ده؟ نادر كان عايز يموتني، وكان عايز يدمرك بعد ما تسببته في قتل اخويا. سببنا الوضع الوحيد اللي كان ممكن يخليني اقدر انسى، او يخلي في امل ان يبقى في حاجه بينا، هو انك تبلغي وترجعي حق اللي راحوا ظلم يا رؤية. اللي راحوا دول في الجنه دلوقتي، واحنا اللي لسه عايشين وعندنا ناس في حياتنا مهمه عايشين عشان. لا انا مش موافق على القرار ده. حقك، وانا كان نفسي اعمل لك كل اللي يريحك، عشان انا بحبك قوي. مش بالكلام يا رعي ولا بالانتقام يا عمر. وحياه ابني حاولت وما قدرتش، مش قادره افتح على ابني ببان كلها اذى ووجع. جايه تضعفي دلوقتي بعد كل ده؟ انا ما ضعفتش، انا اخترت اسامح اغفر. بس انا مش قادر اغفر يا رؤية، وهنتقم لاخويا. خساره، thank you.